إذا عجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد وشاركونا بالتعليقات ويا ريت تشاركوا الفيديو مع أصدقائكم. خلال اللقاء التلفزيوني القصير الذي شارك فيه النجم أحمد سعد فاجأ الجميع بتقديمه أغنية لمقدمة برنامج ذا إنسايدر بالعربي الإعلامية رندا جبر. ده رندا وأول رد لأحمد سعد بعد الانفصال. وأهدى المطرب المصري أغنية بحبك يا صاحبي بعدما قام بتغيير الكلمات بما يتناسب مع الموقف، فقال لها أحبك يا رندا من وأنا لسه بحبي وأنا مسنود عليك يا أختي وحبيبتي في الأوجاع طبيبتي حلوة حياتي بيكي. وإليكم الفيديو. بحبك يا رندا من وانا لسه بحبي وانا مسنود عليك يا اختي وحبيبتي في الاوجاع طبيبتي حلوه حياتي بيك. خرج الفنان احمد سعد عن صمته وعلق لاول مره على طلاقه من الفنانه سميه الخشاب وما قيل عن تعرضها للضرب على يده خلال فتره زواجهما. وأكد أحمد سعد في لقاء في برنامج ذا إنسايدر بالعربي أنه ليس غاضب مما قيل في حقه عن طلاقه من سمية الخشاب، فالزواج والطلاق أمر عادي قائلا الناس بتتجوز وتنفصل بالمعروف. وشدد أحمد سعد على أن الجمهور سوف يكون لديه التمييز فيما يقال عن طلاقه من سمية الخشاب، فيبدو الأمر واضحا من تحدث وقت الغضب. وعن تعرض زوجته للضرب على يده وأنها لهذا قامت بغناء أغنية بتستأوى، رد قائلا كل واحدة تتخانق معاها تطلع تشتمك، طب ليه ما شتمتكش وانتوا خارجين وكويسين مع بعض وانتوا عايشين مع بعض حياة كويسة. وأشار أحمد سعد أن موضوع طلاقه من سمية الخشاب أخذ أكبر من حجمه وهو لن يرد على الأخبار الموجهة التي تنشر عنه لأهداف معينة. ومن جهة أخرى فجر أحمد سعد مفاجأة بغناء شريكه الفنان عمرو سعد في عمله المقبل، مشيرا إلى أن أخيه لديه أذن موسيقية ولديه إحساس رائع. أثارت اللجنة المنظمة لملتقى المرأة السعودية في دورته الثالثة حالة من الجدل إثر إصدارها بيانا تنفي فيه تكريم الفنانة سمية الخشاب، وأن مشاركتها في الملتقى بناء على خطاب تلقته اللجنة من جمعية مصريون في حب الخليج بحكم منصبها كرئيسة لجنة الثقافة والفن بالجمعية. ومن جانبها قالت سمية الخشاب للوطن في أول تعليق منها إذا ما تردد أنها كرمت من وزارة الإعلام السعودية ضمن فعاليات الملتقى، مضيفة أن مشاركتها وتكريمها لا علاقة له بمنصبها سالف الذكر، وتابعت لست منزعجة من انتقادات تكريمي في السعودية لوجود انقسام إزاء مرحلة الانفتاح هناك بين مؤيدين ومعارضين، ومع ذلك حظيت باستقبال هائل من جمهوري ونال كليب بتستأوى الذي عرض في الملتقى تصفيقا حادا من الحضور، وشعرت حينها وكأني أطير فوق الأرض من فرط حالة الحب والترحاب بي. وبشأن حالة الاعتراض على منحها ختم النبي كتكريم من جمعية المنتجين والموزعين، أوضحت سمية قائلة التكريم كان مجسما لختم النبي فما ذنبي أنا. مصادر للوطن أن الفنان أحمد سعد انفصل عن زوجته الفنانة سمية الخشاب بشكل رسمي بعد تطليقها حضوريا على يد مأذون. وأضافت المصادر أن الطلاق تم بحي الجمالية على يد مأذون يدعى أحمد إدريس، ووقع الطلاق بتاريخ 27 مارس 2019، واتجه أحمد سعد عقب 3 أيام للمأذون لإثبات الطلاق رسميا أمام الشهود. وحصلت الوطن على صورة وثيقة طلاق المطرب أحمد سعد من زوجته الفنانة سمية الخشاب، ودي صورة وثيقة الطلاق
وهنشوف جزء منها اللي هو أهم جزء اللي هو بيانات الطلاق. ده صورة إشهاد طلاق إنه في يوم السبت 23 من شهر رجب الموافق 30 مارس سنة 2019 تم الطلاق بحضور أحمد إدريس، وبيانات الخاصة حضر الزوج المذكور وأقر بأنه أوقع الطلاق على زوجته السيدة سمية سعيد السيد فتيح الخشاب في 27/3/2019 بقوله لها أنت طالق، وحضر اليوم لإثباته أمام الشهود فعرفناها الرجعة وأن له مراجعتها ما دامت في عدتها دون إذنها ورضاها، وبذلك تصبح سمية الخشاب مطلقة رسميا من المطرب أحمد سعد. وهنشوف أسرار عنها وليه السعوديين زعلانين منها دلوقتي. تكريم سمية الخشاب في المملكة العربية السعودية أشعل غضب بعض السعوديين الذين وجدوا أن الاحتفال بفنانة مصرية في حين أن الحدث موجه من الأساس إلى السعوديات أمر غريب ويحتاج لمراجعة. سمية الخشاب حرصت على الحضور بنفسها من أجل الحصول على التكريم من مسرح الملك فهد الثقافي في مدينة الرياض، وفور دخولها على المسرح صفق الحضور تقديرا لها وتسلمت درعا تقديريا بصفتها ضيفة شرف النسخة الثالثة من ملتقى المرأة السعودية الذي تنظمه وزارة الإعلام. وحرصت سمية الخشاب على غناء أغنياتها الجديدة بتستأوى التي حصلت عليها على التكريم، وذلك نظرا لرسالتها النبيلة في التنديد بالعنف ضد المرأة. ومع تداول صور ومقطع فيديو لسمية الخشاب من تكريمها في الرياض، أبدى بعض السعوديين تحفظهم على اختيار فنانة غير سعودية، في حين أن الملتقى خاص بالسعوديات ويوجد الكثيرات من الممكن أن أحظينا بهذا التقدير. وغررت الكاتبة السعودية سارة آل الشيخ في انتقادها لتكريم سمية الخشاب: نساء بلدي لهن الفرجة فقط، يجمعونهن ليرينا كيف يتم تكريم بنات البلدان الأخرى، مؤتمر لإهانة المرأة السعودية، إذ لا علاقة له بالسعوديات، واستغلال اسم الدولة لتحقيق طموحات شخصية برؤوسهم، لا تستخدموا أموال الدولة لأحلامكم، ولا نساء السعودية لتمرير خططكم. وده البوست اللي حطته سارة آل الشيخ. كما علقت الكاتبة السعودية أمل عبد العزيز الهزاني على تكريم سمية الخشاب في ملتقى خاص بالمرأة السعودية لتقول: حاولت أفهم علاقة ممثلة مثل سمية الخشاب بالموضوع، عجزت. ده البوست اللي حطيته على تويتر أمل عبد العزيز الهزاني: حاولت أفهم علاقة ممثلة مثل سمية خشاب بالموضوع لكن عجزت. من ناحية أخرى، فكواليس قصة انفصال سمية الخشاب وأحمد سعد ما زالت مستمرة ليكون آخر مستجداتها. التسريبات التي خرجت للعالم تخص محاولات الفنانة المصرية السرية للصلح مع زوجها، حيث كشفت مصادر مقربة من سمية الخشاب وأحمد سعد أن سمية تحاول بشكل سري الصلح مع زوجها رغم تفاقم الوضع بينهما بعد إعلانها بأنها هي من اتخذت قرار الانفصال منذ عدة شهور، إلى جانب اتهامها له بشكل صريح أن الخلاف دب بينهما بسبب غيرته من نجاحها بحسب موقع في الفن. وأضافت المصادر أن أحمد سعد اتصل بسمية الخشاب قبل إعلان انفصاله عنها على انستجرام وأبلغها برغبته في إنهاء زيجتهما، وطلب منها تحديد حقوقها الشرعية والقانونية لإنهاء إجراءات الطلاق. وتابعت المصادر تسريباتها بأن أحمد سعد تلقى مكالمة من محامي سمية الخشاب يحاول الصلح بينهما وتقريب وجهات النظر، إلا أن الفنان المصري طلب منه عدم التدخل بينهما. ليس هذا فقط، بل كشفت المصادر أن سمية الخشاب أرسلت رسالة عبر الواتساب لأحمد سعد في محاولة منها لتهدئة الأوضاع بينهم والعودة سويا، ولكن الصلح فشل بينهم. ونشوف أسرار تانية عن موضوع طلاقهما وانفصالهم.
تأهلت الفنانة ريم البارودي خبر انفصال الفنان أحمد سعد عن سمية الخشاب، وذلك بالرد على مغازلة الفنانة زينة لها بعدما وصفتها بالقمر. في البداية نشرت الفنانة زينة عبر خاصية ستوري على حسابها على انستجرام صورة لريم وكتبت عليها القمر لترد ريم البارودي عليها قائلة: دي شهادة من حبيبتي نجمة، أنا بعتبرها مثال الشياكة والأناقة. وده رد ريم البارودي: دي شهادة من حبيبتي نجمة، أنا بعتبرها مثال الشياكة والأناقة. يذكر أن الفنان أحمد سعد أعلن صباح اليوم الخميس 28 مارس 2019 على موقع انستجرام انفصاله عن الفنانة سمية الخشاب بعد زواج استمر ما يقرب من عامين، ليفاجئ الفنان جمهوره في صباح اليوم الخميس 28 مارس بإعلان انفصالهما. ده أحمد سعد وسمية الخشاب. وقال أحمد سعد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أنا قررت الانفصال عن الفنانة سمية الخشاب، أتمنى لها السعادة والتوفيق، وأتمنى ربنا يقدرني على الحب والعطاء لأغلى حاجة عندي أولادي، تقريبا هما السبب. ونشر أحمد سعد صورة له مع أولاده، وده البوست اللي حطه: أنا قررت الانفصال عن الفنانة سمية الخشاب، أتمنى لها السعادة والتوفيق، وأتمنى ربنا يقدرني على الحب والعطاء لأغلى شيء في حياتي أولادي. ونشر الصورة دي ليه مع أولاده وبيشاور عليهم. دي سمية الخشاب بدأت مشوارها الفني في عام 1998 وكانت تستعد لتقديم أغنيات، ولكن فجأة وقع اختيار المخرجين عليها للتمثيل في أكتر من فيلم. وقبل دخولها لمجال الغناء كانت تعمل في مجال السياحة والبنوك، إلا أن الفنان صلاح السعدني نصحها بالتركيز في التمثيل وتأجيل خطوة الغناء. ودرست الموسيقى في معهد الكونسرفاتوار بالإسكندرية، ومثلت أدوارا صغيرة في مسلسلات الحساب مع صلاح السعدني واللعب في المضمون. وتعتبر مسلسل الحاج متولي هو بداية انطلاقاتها لعالم الشهرة والنجومية، ثم قامت بدور المذيعة في مسلسل لقاء على الهوى مع يسرا، هنا وهي بتغني. من ناحية أخرى نشرت الفنانة سمية الخشاب صورة لها وهي طفلة عبر حسابها عبر موقع انستجرام استجابة لطلب جمهورها. ودي صورتها اللي نشرتها وهي طفلة، وعلقت على الصورة التي نالت استحسان الكثير قائلة: دي صورتي وأنا بيبي، على فكرة دي أول مرة أنزل صورتي وأنا صغيرة علشان أنتوا طلبتوها حبايبي، يا ترى هي شبهي؟ أنتوا إيه رأيكم؟ في شبه كبير بينهم؟